وين جاية؟ وين جاية انتي؟ عسلك. وين؟ عسلك يمطك. يمطك؟ ما تخافين انتي على نفسك؟ لا. زين ايش جاي يضربوك؟ جيت والله. ها؟ دموع، هاي من 28 هنا. ابد ماكو. ايش يضربوك؟ جيت. هاي عينك ايش بيها؟ بالدخان. بالدخانية؟ بالدخانية. اها، وخر يا ولد يا ولد. وخر وخري. Thank you.
Volkan. احنا واقفين على جسر السنك، هذا جسر السنك يطلع على السفاره الايرانيه. نعم. تستغلها بعض الميليشيات. نعم. الميليشيات التابعه لايران. نعم. تستغلها. هاي وحده، اما الوحده الثانيه هسه احنا بين خلان وبين ساعه وثبه وانا طلق حي غاز مسيل للدموع بكثره يعني. طبعا تواجد المتظاهرين على منطقة الوثبة وتصدي القوات الأمنية لهم في سبيل حتى نحافظ على ساحة التحرير للمطالبة بحقوقنا، بس هم ما جاي يحترمون إرادة الشعب ولا يحترمون الحناجر اللي صدحت بالمطالب بالحقوق المشروعة. هم لو قادة صحيح عليهم أن يفكروا بالعدو مالهم، اليوم احنا أعداء لهم، عليهم أن يفكروا. كل مسؤول لو يقعد بينه وبين نفسه يفكر هاي الشباب ليش طلعت ضده، وكل نقطة يفكر بيها كان صار حل وما وقعت هاي الشهداء وهاي المصابين اللي جا. اكو شهداء وقعت بالايام الفاتة، واكو جرحى لحد الان يوم ماكو شهداء، اكو جرحى بكثرة يستخدمون معانا الكسرية الطشارية، وجاي اكثر المصابين يوقعون اما اطلاق حي او بسبب الكسرية او قنابل مسيل للدموع. القمع في سبيل اولا قمع صوتنا بالمطالبة بحقوقنا المشروعة هاي اولا. صحيح. ثانيا القضاء على المظاهرة، وهم لديهم علم بان المظاهرة محمية امميا بدائرة جغرافية من قبل الامم المتحدة، بس ما اعرف هذا التجاهل من قبل الدولة والاحزاب على هذا الشيء في سبيل سكتنا، ما اعرف ليش. هي شوفي اكو ناس هسه جاي من التحاكينا يقول لك انا مو دولة وانما جهات مجهولة.
بعذر الدستوري، لان هو عنده فراغ دستوري، والعناد على الشعب برأس الوزراء، ما جاي تنطي اسماء رأس الوزراء، ترشيح اسماء وفراغ دستوري، يقول لك مجاميع مجهوله تدخل وجاي تضرب. بس هم قوات امنيه معروفه لدينا ولديهم، معروفين، لكن هم اهدافهم معروفه، يعني يقضون على المظاهره مثل ما قضوا بالمظاهرات البصره والناصريه وحتى كربلاء، ارادوا ان يدخلوا لها ولكن تصدوا لهم المتظاهرين الموجودين. اللي يقود القوات الامنيه هم الاحزاب، هاي يعني نقطه راس سطر، الاحزاب هم يقودون القوات الامنيه، يجي امر من الحزب يابا اضربوا المتظاهرين، يضربوا المتظاهرين، يحرقون الخيام مثل ما احترقت خيام وقعه الطف. فاحنا مثل ما اثروا النساء اثروا المضمدات، فاحنا وقعه الطف تتجدد من جديد. فنطالب الامم الدولي، نطالب المجتمع الدولي، عم الخاطر الله، الخاطر العباس، الخاطر من تحبونه، عم بس خلصونا من هالاحزاب، الخاطر الله، عم ترى ملينا ملينا والله، والعباس ملينا. لا ان شاء الله مستمرين، لا تراجع حتى لو نطيح كنا، احنا جايين من اهلنا فداء الوطن. الله شاهد ورقيب، الله شاهد، امي تقول لي لا محالة ولا امها بذارحت، وجاي اعوف كل شيء وجه المظاهرة. طاحت عندنا دماء، وطاحت عندنا يعني ناس، هذا انقصت رجله، هذا اليد، يعني هذا باعتبار ميت. فاحنا ما نقدر نرجع، هذا سبب صار برقبتنا. ان شاء الله لا تراجع، ومظاهرتنا سلميه، وتشوفون قدامكم الرمل حي، الله شاهد، دخان راضين به، كسريه راضين به، بالمصياده راضين به، بس ما ترمي طلق حي، ليش انا منك وبي؟ نعم طاحت شهداء، يوميه جاي يطش هواي، لحد الان من الساحه شهيد شناه، بهاي الدربونه وقع شهيد وشناه من غير الجرحى. انا زلمه، انا ما اريد شيء، اريد بس حقي، اريد حقي واريد حق الشهداء طاحت، تعوضون عوائلها ان شاء الله. والله احنا شلون نواجههم سلميين؟ نريد يواجهونا سلميين حتى يصير حل، حتى احنا وياهم يصير تراضي، يصير سلميه بيناتنا. اذا تطور الامر لهاي الحاله، اذا هم يرمون رمح حي، يجوز احنا بعد شويه يفيق صبرنا هم نستخدم هذا السلاح ضدهم. فاحنا ان شاء الله السلميين ما نريد هذا يصير بيناتنا. نعم اسمع شوف الرمل الحي جاي، اسمع الزوار جاي يحاولون ويانا يوميا، يجونا من كل جهه، يجونا منا، بس ما يحاول، لان اكو ناس غافله على القضيه، فما لا تراجع ولا استسلام. بارك الله فيك. هل تشوفين بعينك هاي الهجمات؟ يعني يريدون انه نرجع، او يريدون نرجع لبيوتنا مثل ما يريدون ينهون الثوره، والحمد لله وشك الصامدين وباقين، ما يقدرون لا بهجماتهم ولا يقدرون ان شاء الله. بدال الخيمه اللي احترقت نصبنا خيمتين همينا، وباقين ان شاء الله ما نرجع ولا نروح، باقين صامدين الحمد لله وشك. هواي جرحى من قبل قوات الشغب، لان مثل ما تشوفين طلق حي ومسيل دموع، لو دخلنا عليه بجيش مستحيل نتراجع ولا ينهون، باقين ان شاء الله. ان شاء الله يريد ينهون هاي الاعتصامات والمظاهرات، بس ما يقدرون. هم ذاك قلت له واحد هسه جاي تجي 10 بكانه، هسه شوف الكثره، انت هسه يوميه هنا موجوده انت والاخ المصور، جاي تكثر ما تنقص المظاهرات، مو ملاحظ هذا الشيء. طبعا يستخدمون القوه المفرطه، لان هم احنا وياهم حرب صرنا، دي يحاربونا محاربه، دي يقتلونا واحنا ناس مسلمين بطرق العلم، شايلين شيء. قرتهم بالاحسن بدل الخيمه نصبنا خيمتين وثلاثه. عم الميليشيات تعبتنا، والدولة هاي تعبتنا الفاسدة، الدولة كلها فاسدة ترى، ما بيها لا، كل السياسيين فاسدين. شغلة ثانية، احنا ان رب واحد ومرجعية وحدة، المرجعية عليكم ان تحجون، عليكم ان تسولفون، عليكم ان تثبتون امركم، انتوا اما مع الدولة اما ويانا ويا شعب هذا المظلوم. خلي واحد يصير ويا شعب، خلي واحد ينصر الشعب، لا تقضيها عليه كفاكم تسويف ويجب علينا سلمية. عمي شباب جاي تروح هنا من عندنا، اخوان، ابن عم، ولدنا، كلها تكتلت وكلها راحت، ذاك اليوم طبوا الخيام الناصرية كلها حرقوا،
حكوها. ليش ما تحكون داعوا دولة؟ ما جاي داعي، شباب جاي تتكتل، شباب جاي تروح. انتوا طلعوا سوا حل، حذرهم عمي. اذا ما حذروا والله العظيم نبتعد عن السلمية، بعد ما نعترف لا بدولة لا بسياسي لا بسيد لا بشيخ، نطلع عن السلمية. دير بالكم. قبل شوية ولد هنا طاح، ضرب قناص وطاح صفنا، ضرب القناص. اي هسه اشتغلوا القناصين، هسه كتل القناص، دراجة حلقوها تكاتك. هاي سكم سكم هواي، هاي سكم هواي. يريدون يفلشونها، ما يريدونها تنجح. هي الاحزاب، الاحزاب ما تعطيها بلاش. يعني ابسط شيء من ساعة لزم اخوي وصديقي وابن عمي، يعني من لزمه قال له انا جاي اطلع اريد وطن، يقول لا انت مدعوم من اسرائيل ومن امريكا. يعني انا قبل شهر مضروب هنا، ضربنا بطلقه، يقول لي انت مدعوم من امريكا. هو يعني يحكي، يقول لي هو متراهي من يحكي مدعوم. انا عندي اخوي شهيد صار له شهرين من كتله، وانا صوبت واخوي مصوب برجله، يعني ويبقى وابقى وابقى لحد ما اريد حقي. انا ما اريد بس حقي، اريد حق الشباب. يعني هسه من 2003 لليوم ما شايف اي شيء. يعني انا شاب اريد اتزوج، اريد وظيفه براس حاط، اريد غير شيء. يعني هو هذا هم بلد، يعني هاي الدول العربيه وغيرها صارت احسن من يمنا، واحنا اهل النفط واحنا اهل الخير. يعني بين الصراحه رجعت احلى واحلى، يعني وصارت يعني شكلش عباره عن بيتنا الثاني، نسينا بيوتنا. يعني انا والدي شاهدت من البيت اجي هنا، هذا بيت صار. يعني ما ارجع للبيت وما محقق لي شيء، لا مستحيل. الشباب كلها حال ما ترجع لبيوته، هنا بيتنا، هنا حريتنا، نريدها هنا، كل شيء نريد. يطيح شهيد يجون 10 مكانه، 100 و200 و1000، ويوم عن يوم جاي يزيد المظاهرات. المظاهرين يكيفون من يشوفون احنا اخوتكم، ويعني نفس ما اخوك اللي بالبيت تدافع له دافع لي، انا جاي اخذ حقك وحقي. يعني ليش هيك جاي تقمعني وتضربني؟ شنو السبب؟ لين جاي اخذ حقك وحقي؟ طبعا اللي دا يصير هذا اصلا ما يأذينا، بالعكس يفرحنا. الله اكبر. سمعين بعد وقوع الجرحى والشهداء، عادي فدوه للوطن، عادي فدوه، واذا ما متنا المهم ينكتب تاريخ احنا ونوقع ذول الفاسدين. الفاسدين معروفين، كلها معروفة، الأحزاب والميليشيات. طبعا الفتنة اللي رادت تصير قبل فترة احنا بعد ما تعبر علينا، يعني الشبابنا وعوا وعرفوا شنو الفتنة اللي يريدون يسووها بقمع المتظاهرين بالناصرية وبالمحافظات. وتنتهي المظاهرات، بس هذا مستحيل، هي صار فوق 100 يوم تنتهي المظاهرات بس ما تقدر. طبعا الأمر مو من رئيس الوزراء، لا الأمر من الميليشيات، والميليشيات معروفة، يعني نعرفها احنا، الشباب كلها تعرفها من هاي الميليشيات، مو رئيس الوزراء اصلا. ما عندك كلمة رئيس وزراء، حال الله شاهد، رئيس الوزراء ما له دخل، عادل عبد المهدي ما له أي كلمة، عادل عبد المهدي لعبة، حال رؤساء البقية. طبعا هاي خطة كانوا مسويها انه يريدون يفلشون محمد القاسم، الطرق اللي يسديها بطرق سلمية وفق الدستور الدولي، احنا سويناها وفق الدستور الدولي، بس هم رادوا ينهون المظاهرات، يعني طلعونا منا رادوا شلون يسوون عد خطة عد هم، بس احنا وقفنا لهم هنا الحمد لله. طبعا التاريخ يعيد نفسه، جمعة مليونية فقط بالتحرير، وردة او علم فقط، والسلمية هنا تبقى أمام الخضراء، لأن ما يسمعون. طبعا صار فوق 100 يوم وفوق 800 جريح وآلاف مؤلفة من المعاقين والجرحى اللي ما لهم شنو ذنب الجرحى؟ شنو هو هذا اللي قاعد بالخضراء أحسن من الشهداء؟ كلهم شهداء تعبانين على نفسهم. الأمم المتحدة لازم تتدخل، احنا صار لنا 100 يوم احنا نقول لازم تتدخل الأمم المتحدة، واللي هي مجموعة دول لازم تتدخل، لأن قمع ده يصير مو طبيعي. يعني طبعا ما عدا الشغلات اللي يسووها ما نريد نحكيها. المهم احنا هسه سلميه وباقي سلميه، الولد شباب ما حد يرجع، مستحيل احد يرجع. احنا طبعا عنصر النسائي لازم نتذكره هنا، عنصر النسائي العفو كلش قوي، بس قبل البارحه صار موضوع يعني مصيبه، يعني مستوى يعني الاجهزه الامنيه طبعا للمستقبل ما لهم هيبه بعد. والله احنا ما نقدر نحكي اذا خليت قلبت، اما القوات الامنيه اللي هسه تصير، طبعا هاي ما عدا الفوائد اللي يعطوهم يوميا 250، الله شاهد واثق من كلامي، فوائد وفلوس، ما عدا الجيش الجمهوري اللي هناك كان القمع يعطوهم هدايا على اللي قتلوهم،
اللي قتلوهم فقط، هاي ما عدا اللي يمثلون بيهم تصوير، تصوير اباحي الله شاهد، وفيديوهات موجوده الله شاهد، وحق هذا الله الفوقاي ما حد يرجع، كلها باقيه هنا. بصراحة الوثبه رمي اطلاق حي مو فوق يضرب عينه قصي، ثلاثه جرحى. صحيح وجود قناص حاليا، قناص موجود، قناص موجود، واي واحد يقول لك رمي فوق يضربه هذا شيء غلط، يضربه يقنص يضرب عليك. اربع جرحى لحد الان، بالخمسه جرحى اربعه وقعوا قبالي، والباقيين لحتى 2021 باقيين ما تدي هبد هالمله. انا عندي خيمه هنا حرقوها مالتي، خيمه مالتي حرقوها، طبوا علينا الساعه 11 ونص. شايفين شايفين قوات امنيه يشيلون طالب مال فتايل، وينك هيك؟ مو ممنوع لو لا؟ يشيل طالب مال فتايل ويحرقنا كل ثلاث خيام، يحرق خيمه واحده بطل واحد، ماكو هيك عمي. هم منعوا الفتايل، منعوا طبعا ها مصياد عندهم شنو؟ قبالكم فقاتي وطيور قبالكم. الواحد انا قباله، ايش قلت له؟ قلت له بس سؤال، انا حيوان لو مواطن؟ قال حيوان ابن حيوان. قال ليش؟ يقول لي عشان اسحبها عشان احاول اضغط عشان اضربني، ما بقدر اضربني. ليش؟ بس انا باحه واحد قال مش شغل، ايش قال لي؟ قال ربك ذولا مو قواتهم، ذولا احزاب ملاميهم، لاميهم. ضاعت رانيات لا من اربع منها، لا من اربع منها، اربع منها وجايبينهم علينا، لان العراق الشريف قوات الامنيه حمايته، حمايه المواطن مو اضراب المواطن. بس الاحزاب ما عندهم دين براسه، يقول هذا جاي لو جوكر لو ذيل، ذيل امريكا. احنا شعب عراقي، احنا هنا ناس سلميين من واحد عشرة، لا عدنا سلاح، لا طببنا سلاح، هنا هم عندهم اسلحه على داعش ما قدموها، هم يعني يردون، يعني هم يردون يخربوها، بس احنا باقين والله. هم يشردون يعني يسحبون المتظاهرين منا، احنا لا، احنا باقين وسلميين. وسموا انا ذيل، بذيل المناني، ذيل للعراق، لا صر ذيل واشنطن ولا صر ذيل طهران، ذيل للعراق. من هالسي ما نريد اي واحد يجي يحمينا، احنا الله واهل البيت يحمونا هنا، ما نريد اي واحد يجي يوقف لنا هنا وبعدين يطبينا، ما نريد. احنا هنا واقفين، الله واهل البيت يحموننا. بالزايد جاي يعني نتكاثر هواي، ايش قد ما يقتلون نرجع هواي اكثر. هم شي يسوون احنا نزيد عليهم، يعني ايش عندهم يشردون يسوون احنا نزيد عليهم، يعني هيك عندهم قناصين كل شيء عندهم، واحنا باقين هنا وسلميين. اطمن الشباب اللي موجودين هنا الثوار، هسه صارت هدنه بيننا وبين القوات الشغب. بعد خمس دقائق راح ينسحبون الشباب، يجون لحد الخلاني، وان شاء الله هناك وقفوا الرمي. واعتقد يعني هسه هذا هسه قبل دقيقتين بلشنا، وفد راح من التحرير مقابل اتصال صار بين الشغب وبيننا انه يتراجعون الشباب بدون اي اطراقات ناريه واي، حفظا على لان هو شباب يعني راحوا شهداء وراحوا وجرحى، انه يرجعون لحدهم للخلاني وذلك ما يتقدمون اصلا، تصير هاي الساحه فارغه بين الطرفين. وطبعا بلشت هسه انسحبوا الشباب من هناك. الامن حاولوا بكل الاساليب مالتهم انه يمنعون الثوره مالتنا، واحنا طالعين على ابسط حقوقنا انه العيش الحياه البسيطه، تحقيق مطالبنا. هاي كانت سوالفنا ومطالبنا بواحد عشرة، بس بعد ما قاموا يضربون المتظاهرين ويقتلون المتظاهرين تحولت مطالبنا اكثر. انه اولا المطالبه بحق الشهداء، دم الشهداء، وثانيا يخرجون المعتقلين، المعتقلين اللي اخذوهم ساعة التحرير بالمحافظات البقية كلها، انه ياخذوهم للمطار، هناك استخدموا ياهم اشد الاساليب التعذيب. ليش؟ على مود يقمعون التظاهرات، كل يومية تفوت سيارات غير معروفة تضرب المتظاهرين، تجي انت مو دولة؟ ليش ما تحمي المتظاهرين؟ انت جايب حماية البلد، انت تاخذ راتب تحمي الشعب العراقي وابناء الشعب العراقي، يجي يضرب المتظاهرين ويطلع، زين انت جاي نقول لك انت كجيش تحمي البلد، ليش هذا ليش ما جاي تحمي؟ انه يقولوا لنا احنا ما لنا شغل، ما نتدخل، زين العدل من يتدخل؟ احنا نشيل سلاح؟ ما يصير. اقتحموا اليوم الثلاثاء انه ساحه التحرير وحرقوا الخيمه مالتنا، احنا شو نقول لهم؟ صامدين، تحرقون خيمه نصب 100 خيمه. تقتلون واحد نطلع 100، تقتلون 100 نطلع 1000، وباقيين هنا لحتى تحقيق المطالب. وما ننسحب ابدا. طبعا التظاهرات ما تنتهي، الشغله صار بها عناد وصار بها ذم، والشهداء ذولا ما يصير نرجع احنا نخذلهم،
يعني خلي يوقع من عندنا يومية شهيدين يعني 3-4 اللي تطلع أعداد غيرنا حتى لو نموت احنا يجون غيرنا ناس غيرنا يظهرون. انت الفكرة اللي براسي ناقشها ليش تقتلني؟ انا قتلتني بس فكري يبقى انقتل الامام الحسين عليه السلام وانتشر الامام الحسين وفكره انتشر اكثر واكثر. فانت حارب فكرتي ناقشني فكرتي لا تحاربني بجسدي. الجسد بالي روح اذا اموت تقتلني انا اموت على الفراش. فالحياه فانيه والله ندينها لين هم يقولون احنا ساحه التحرير مخصصينها للتظاهر السلمي. فاحنا متظاهرين سلميين احنا ندين انتهاكهم لهذه الساحه وضربوها والعالم فزعت لنا طلعت لنا الناس طلعت لنا العوائل بالاكل وبالعلاجات واشكال العالم طلعت لنا طلعت اعداد اكثر من قبل. اللي الخيمه اللي احترقت جابوا لنا خيمه مكانها فالناس نشكرهم يعني ساهموا ويانا وقفوا ويانا بدون فهم بدون علم. ما عندنا لا عندنا قائد عسكري يفتهم ولا عندنا قائد سياسي يفتهم ويقعد ويا العالم تعالوا عم انتم صار لكم 14 شنو تريدون من عندنا؟ شو تريدون؟ يعني 14 رئيس وزراء ماكو ليش؟ يعني شنو؟ يعني معقوله العراق فرغ من العلماء، فرغ من الناس اللي عندهم غيره، فرغ من الابطال، مو عندنا ناس علماء وعندنا ناس عباقره، ليش ما يختار لنا رئيس وزراء؟ يعني ايش معنى الا رئيس وزراء على مزاجهم على فصالهم، يدرون بينا يدرون اذا اختاروا رئيس وزراء من عندهم راح ينتهون، احزابهم راح تنتهي وراح ينتهي حراكهم كله ينتهي وارتباطاتهم الخارجيه تنتهي. فما يريدون رئيس وزراء اذا مو من عندهم هم مسيطرين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا متظاهرين متواجدين قاسوفيتش احنا القديمين يعني ونخل نبين للناس هاي الصوره. احنا متواجدين من اول يوم مظاهرات فاحنا كل اللي بالساحه مقتنعين ان ذولا مو قوات امنيه. ذولا احزاب موجودين داخل القوات الامنيه. قوات الامنيه عندنا قوات امنيه متواجده بساحه التحرير وموجودين من جهة السعدون اتوقع موجودين لحد الان وماكو متوفر كل الحمايه لنا. بس القوات الامنيه الموجوده اللي جاي تضرب من جهه الخلاني هم احزاب داخل القوات الامنيه. وحكينا اكثر من مره قبل سنين انه لازم هذا الموضوع ما يصير وصار وها نتاجه. فالسؤال الاخر انه المظاهرات تخلص؟ لا ما تخلص. موجودين الابطال ومكسب هاي المظاهرات انه اجيال اطفال اجت شافت بعينها اللي صار. فاذا رحنا احنا راح يجون الاطفال ويكبرون وهم راح ياخذون حقهم.